اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. برحب بضيفي العزيز الباحث والداعيه الاسلامي الاستاذ عز مسعود. اهلا وسهلا. اهلا بيكم. منورنا. انا سعيد بوجودك معايا. الله يخليك يا رب. وبنطمئن على حال وصحه الدكتور اسامه الازهري. الف حمد لله على سلامته. هو بعافيه شويه وان شاء الله كان المفروض نبقى فعلا مع بعض نكمل، لكن يعني باذن الله ينورنا بقى تاني. عايزين نكمل إن شاء الله. استفاده منه الجمعه الجايه ان شاء الله باذن الله. حلو الاضاءه اللي انتوا عاملينها دي يا شباب، يعني عامله لنا جو كده يتناسب مع الروحانيات اللي احنا رايحين لها. خليني ابتدي مع حضرتك، وده موضوع بيهم اسر كتير. يعني في جيل كبار السن امثالي بقت الايمان عندهم راسخ ليس بفضل العلم ولكن بفضل العمر، يعني التمسك بالدين اصبح هزه صعب، واستطيع ان افرق ما بين الخطاب وحامل الخطاب او ناقل الخطاب. ولكن في جيل صغير السن، هقول لحضرتك من 12 سنة وانا طالع لحد العشرينيات، مش عايز اقول اكتر من كده، كمان حصل لهم نوع من الاهتزاز وبدأوا رحلة شك. بعضهم استسلم لرحلة الشك فهرب، وبعضهم بحث او بيبحث الطريق الى الله مرة اخرى. هل هذا الدين دين عنف؟ ما هو مش معقول كل اللي بيجتمعوا واللي بنشوفهم دول مش جايبين من الكتب بتاعتنا. طيب ازاي انا وانا صغير السن استطيع ان احافظ على ديني، او وهذا هو تعبيرك ريستارت، ان ابتدي اعيد من جديد عملية الاكتشاف او البحث او بداية جديدة؟ هو فكرة تجديد الايمان جوه قلب الإنسان فكرة أصيلة ولها أصل في التراث عندنا. نعم. وسواء كان التجديد بمعنى أنه يعني من المنحة اللي حضرتك تفضلت بيه أنه تشككات أو اهتزاز، فالواحد عايز يرجع إلى اليقين، وده كان جزء من المعنى بتاع رحلة اليقين، أو التجديد بمعنى أن أنا مؤمن ومسلم لكن عايز أعيش اللي أنا مؤمن بيه ده. نعم. مش حاسس أن أنا مثلا وأنا بصلي، وإن كنت موقن بالصلاة وموقن بمن أسجد له، إلا أني مش عايش في قلبي الخشوع، ومش عايش المعنى بتاع أنني أقف بين يدي الله دلوقتي. نعم. بسمع عن الصحابة الكرام رضي الله عنه، ومنهم اللي يصفر وجهه فيسأل في إيه، فيقول أتدرون بين يدي من أقف، ومؤمن أنه ده حقيقة بس أنا بعيد عنها أوي أوي أوي. فأنا أظن الكلام عن التجديد في داخل يعني صدر الإنسان، التجديد للإيمان، مرتبط بمن يشعر باهتزاز او حتى من يشعر بجفاء. نعم. في الحالتين لازم ابتدي يعني اتامل ايه اللي ممكن اعمله علشان اشعر مره اخرى باليقين وبالانتعاش. لكن انا حاسس من سؤالك ان احنا هنركز اكتر في حته الاهتزازات دي. الاهتزازات وكلمه تجديد الايمان اللي حضرتك قلتها معنى كده ان في ايمان. هو الايمان ده كان مبني على اسس سليمه ولا اسس خطا؟ ما هو لو على اسس سليمه هيصمد، لو على اسس خطا بمعنى ان نشات في بيت لقيت ابويا وامي بيصلوا وبيقولوا لي صلي والا هتتعاقب، فبقيت اصلي عشان ما اتعاقبش، وبعدين شويه بيقولوا لي بصي هتبقى عاده ومش هتحس بيها، فهتلاقي نفسك بتقوم تصلي وخلاص، فبعمل كده وبعدين عارف ان انا بصوم رمضان وعارف مجموعه من العادات اللي بعملها، فهي دي في مجملها هو ده الايمان. انا كده مسلم وانا كده مؤمن، بس بعد شوية بكتشف ان المسألة مش بجد، ان انا بعمل ده لان انا خايف، لانهم كلموني كتير عن عذاب القبر وهيطلع لي الثعبان الاقرع وهتبقى لوحدك وهتدخل فوق، فالنار شكلها ايه؟ فكرة جمال الايمان او العبادة ما ترسختش. فلما تيجي دلوقتي فجأة تقول لي جدد الايمان، اجدده اللي هو ايه؟ يعني اصلي، فاروح للشيخ فيقول لي بص صلي بس واستغفر ربنا وربنا هيشرح لك قلبك وهتبقى كويس قوي. دي مسألة مش عارف، يعني ناس كتير مش عارفة تتخيلها. احنا محتاجين ان احنا نرجع للمصدر. المصدر في الحقيقة هو الله. نعم. مصدر كل شيء. ومحتاجين ان احنا نعيد صياغة وحكاية معتقداتنا لولادنا بشكل جديد مناسب للعصر اللي احنا فيه. مناسب لعصر العولمة، وعصر ثورة الاتصالات والمواصلات، وعصر انفتاح كل يعني الجيل الجديد، كل الأفراد اللي فيه وكل الجماعات وكل البلاد على بعضها البعض في العالم النهاردة، مما أدى
إلى زي ما قلنا قبل كده يمكن في الحلقة الأخيرة إن أنا بديت أشوف معتقدات غير معتقداتي تماما. نعم. فأنا بقول لا إله إلا الله، فبقابل واحد بيقول معتقد برضو لا إله مثلا. بقابل حد تاني من ممكن يكون حتى من فئة لا إله أو من أديان أخرى في الأرض منتشرة أو غيرها، وبشوف إن هم ظاهريا أنجح مني كأمة وكحضارة، فابتدي أحس طب هو ربنا مش معنا احنا ليه؟ تساؤل على فكرة بديهي بيجي للشباب النهاردة، ما كانش بيجي للأجيال السابقة زمان قوي لأنه ما كانوش منفتحين. بعد شوية ابتدي ألاقي أنه باسم الدين اللي عمال يتقال لي أنه هو حق وأنه هو ده اللي من ربنا، باسمه عمال يحصل حاجات بتخالف الفطرة، تخالف الأخلاق، تخالف المنطق، تخالف العقل، كل اللي احنا كنا بنتأمله ده، فابتدي أتهز أكتر. فأنا أول حاجة عايز أقولها إنك لو بتشعر باهتزاز ما دي مش مشكلة، ده طبيعي جدا النهاردة. إحنا بنعيش عصر مختلف جدا عن العصور السابقة، كفاية بس فكرة إن إحنا انفتحنا على بعض كلنا كده فجأة. ودي كان تكلم عنها فيلسوف مشهور اسمه إيمانويل كانت. نعم. لما كان بيتكلم على إنه هو بدأ يتنبأ لأنه شايف الدنيا ماشية فين، والفيلسوف عموما بيحاول يفكر ويتأمل، قالك بالطريقة دي الشعوب هينفتحوا على بعض بسرعة. نعم. على نحو ما حدش كان يتخيله من قبل، فكل منهم هو قال لفظ محتاج تفكيك كده، سيهرول إلى كهفه الأيديولوجي. فشبه الناس كده مع بعض، يعني إن هم طلعوا فجأة وكل واحد كان جوه كهف، فطلعوا بسبب الانفتاح والعولمة وغيره وشافوا بعض، فأول ما شاف لا 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 رجع تاني جوه، بس مش للكهف الجسدي خلاص لأنه انفتحوا على بعض، مش للكهف حقيقي، كهف نفسي، كهف نفسي، كهف فكري، كهف ايديولوجي. فحتى الأديان بتتحول ايديولوجيات. نعم. فكر معين قابل بقى ان انا اقعد انقد فيه واعمل فيه وغيره، وبتبتدي تفقد جوهرها. حتى الأديان في تدين، بعض الناس وبعض الأنماط من التدين بتبتدي تفقد جوهرها من التركيز المحوري على الحق. يعني ايه الحق؟ يعني اليقين، يعني احنا مؤمنين بايه ومؤمنين بيه ده ليه؟ نعم. لا، بدأ يتحول الدين عند الشعور بالتهديد، ما احنا بنقول هينفتح على بعض، شفنا نماذج غير طبيعية، شفنا لا إله، شفنا كفر، شفنا ثقافات أخرى، أخلاق غير أخلاقنا، قيم غير قيمنا، ده كله بينتج أو بي بي يعني بينتج عنه أو بيشعر الإنسان بيورثه بإيه؟ شعور بالتهديد. نعم. خايف هويتي أنا مين مهزوزة، لحسن أدوب، لحسن ولادي يكفروا، لحسن بكرة لاقي ابني بيرميني كده في بيت دار مسنين أو غيره كما بيحدث في دول أحيانا، مش عايزين نعمم خالص، لكن بيحدث فعلا في أماكن أخرى، ممكن يكون الأخلاق اتغيرت بسبب الفكر اللاديني اللي انتشر شوية إلى آخره. الشعور بالخوف ده بيخلي الإنسان لا شعوريا يتدين تدين نفسي، تدين أيديولوجي، تدين بيحاول يحمي بيه نفسه، تدين منطلق من الشعور بالخوف والقلق والتوتر. ما هي دي المشكلة أستاذ معز برضو، أنت يعني وصلتني لنفس المعضلة. بقابل بعض المتصوفة والمتدينين ألاقيهم الدين حب، تفاصيل العبادة حب، في نفس الوقت حضرتك بتقولهولي إن أنا محتاج ربنا عشان يعمل لي حماية نفسية أمام، وكل ما زاد العلم كل ما زادت اللخبطة، فكأني بتكئ عليه بيعمل لي حماية. بس ده نوع التدين. آه. اللي أنا مش عاجبني. آه. ده النوع اللي احنا بشاعة وقصاد عنف وقصاد قسوة. خف يعني اللي هي اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، فأنا خايف من البشر وخايف من لحظة مرض وخايف من لحظة عذاب وخايف من كل شيء، فأنا رايح لربنا يحميني من ده كله، يعمل لي الحماية أو يعمل لي حالة التسليم. ونعمة بالله لو رايح لربنا بجد. آه. مش رايح لأيديولوجية أو فكرة فيتحول الإسلام وإسلامي يتحول بسبب شعوري بالخوف إلى فكرة بحمي نفسي بيها قدام الناس. نعم. لكن ما بقتش سبب لهدايتهم، ما بقاش الإسلام دين ربنا اللي منزله لي ومنزله للعالمين، شوفوا الجمال اللي احنا فيه، لا بقى هويتي اللي أنا مش هخليها تتمس. بقولك إيه كأني عايش الحالة دي، بقولك إيه يا عم اللي طلعت من الكهف التاني أنت ده، وانت الفكر الثالث، وانت فكر لا اله، وانت فكر انه ناحي الدين عن القيم الحياه كلها، او ناحي قيم الدين عن الحياه كلها، انتوا كلكم بتهددوني ومخوفيني. لا انا الاسلام اهو، الشعور لا. ده الاسلام قوي، الاسلام على فكره هيوريكوا، ده انتوا لو ما اسلمتوش هنعمل فيكوا كذا. دي مش حاله هدايه. نعم. ده مش ميراث نبوه، ده مش انطلاق زي ما قلنا حضرتك وانا وانت والدكتور اسامه المره اللي فاتت، انطلاق من حريص عليكم الشعور بالحرص. لا، ده انطلاق من الشعور بالتهديد، فيتحول الدين إلى وسيلة بحمي بها نفسي.
نعم. وده الدين، ما بقاش ربنا في المعادلة أصلا من حيث لا أشعر. ما بقاش الحق والعدل والخير والجمال والرحمة في المعادلة. ما بقاش الدين من حيث كونه عبادة الله، عمارة الأرض، يعني بنفع الأرض وببتدي أكتشف الطبيعة اللي فيه، وببقى دايما أي حضارة ناجحة هي اللي بتنظر لفوق وبتكتشف النجوم وبتسميها. نعم. قلنا قبل كده كتير، إلى الآن في كتالوجات ناسا 75 أو 70% من النجوم لسه محتفظة بأساميها العربية، عشان كنا في يوم من الأيام قادرين نبص فوق، فاهمين أنه الدين عبادة الله، عمارة الأرض، تزكية النفس، حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. بشهد الله في قلبي طول الوقت، بعيش في الدنيا بقلب الآخرة، بأعامل الخلق في الظهر وبأعامل الله الخالق في الباطن، عندي يقين أنا بصلي ليه. ابني يجي يسألني، مش أنا شخصيا، لكن نعم. المثل فينا كلنا، وأنا بحاول أعمل كده. ابنك يجي يسألك أنا بصلي ليه، تاخده إلى لب وجوهر الدين. أنت بتصلي عشان في مصدر صدرت أنت عنه، ربنا خلقك. أنت بتصلي علشان ربنا، إحنا كعرب بقى ومسلمين بنقول لفظ جلالة الله، ده مصدر كل شيء. لما الملحد، وتشرح له، لما الملحد واللي بيقول لا إله بيقول إنه ما فيش إله وغيره، ما بيبقاش عنده رد. هو إيه بداية كل شيء؟ أنت عندك رد كذا كذا، تفاصيل بقى ممكن ندخل فيها، صعب التفصيل فيها في الحلقة وفي التلفزيون وحتى في الوقت اللي بيبقى أقل من ساعة ده، لكن قصدي انطلاق من يقين ومن شهود الحق. ده التدين، ده التدين السليم، ده التصور الكلي للدين، دي الرؤية الكاملة للدين. عبادة، عمارة، تزكية، تعارف بين الشعوب، نظرتي للآخر نظرة تعارف، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، زي ما المفسرين قالوا، يعني لا لتباغضوا. مش نظرة الصدام، مش الكلاش اوف سيفيلايزيشنز بتاع ساميول هانتينغتون. كنا علقنا وقت وفاته في مقالة زمان ان هو توفي واحنا نحزن، وان كنا لا نحزن لموت كل انسان الا اننا نتمنى ان النظرية تموت معاه، من حيث الزاوية فيها اللي بتتكلم على انه خلاص الصدام يعني لابد من ان يحدث. لا، مش شرط. الصدام بين الحضارات لابد للأسف من أن يحدث، ما بين حضارة بتحاول تسيطر على العالم وحضارة أخرى بدأت تفهم الإسلام أنه بيقول لها سيطري على العالم، بس ربنا ما بيقولناش كده. طب ده حضارات مختلفة إيديولوجيا، لكن لما وصل لحضارة واحدة بتتصادم داخلها. فحضرتك كويس. بتكلمني على معطيات هذا الدين العظيم، وأقول لك طب الدين أمارة، يعني عايزين نوصل لتطبيق، وتقول لي فين النموذج ده بعد عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومرنا بعصور مختلفة من الأئمة الخلفاء الراشدين، ثم بعد ذلك حصلت مجازر وأقرب الناس إلى الرسول تقاتلوا، وزوجة الرسول تعرضت إلى إحنا بشر. نعم، هذه البشرية متى تحققت بقى؟ أنا دلوقتي كل اللي بفكر فيه كيف أنشر الدعوة الإسلامية، كيف أسيطر على العالم، وأنا ما عنديش أمارة، ما عنديش تجربة. ومش المفروض تفكر تسيطر على العالم. طب فين تجربتي أنا اللي أتباهى بيها وأقول أن هذا الإسلام انعكس علي أهو كمجتمع، فشفت أخلاق وشفت عمارة. ما هي دي المشكلة يا أستاذ خيري، أنت عندك في التراث نماذج قوية عبر مئات من السنين، لكن فعلا معاصرا إلى الآن إحنا كمسلمين لم نستطع أن إحنا نقدم نموذج أخلاقي واضح امام العالم كبديل. طب انا بكلمك على الابناء بقى، ابنائنا اللي بيشوفوا ده هم اللي لازم يعملوا كده، قاعدين يعملوا، قاعد يقول لك اجيب حضاره منين؟ يعني عايزنا اجيبها منين؟ ارجع لانهي كتب علشان اجيب هذه الحضاره؟ الاول يدركوا المكون الاساسي بتاع هويه الامه دي، لو بنتكلم على المسلمين اولا، ثم بين المصريين مثلا بعضهم بعض، والعرب بقيه اهل الاديان، بيبقى في قواسم مشتركه تعيننا على العمل مع بعض، هكذا كنا طول عمرنا. لكن الان الكلام بصدد الاسلام. نعم. دين ربنا سبحانه وتعالى اللي احنا مؤمنين به، جوه بيت الخطاب الإسلامي وجوه الأجيال الجديدة من المسلمين، لو ما عملناش تجديد في أسلوب طرحنا للعقيدة، ما نعتقده ولماذا نعتقده وليه مؤمنين بربنا، ونقول إيه للملحد لما يقول كذا أو كذا، لما يكلمني عن نظريات معينة في علم الأعصاب مما يعني في نظره أنه ما فيش حياة بعد الموت، اقول له لا تعالى تعالى، مين قال لك كده؟ تعالى انت عندك في نظريه المساله بقى ساينس. اصعب من كده يا استاذ معز. ايه انت حضرتك بتوديني في عمق الدين، وانا شايف ان المشكله عند الاجيال الجديده الان، هو اي اسلام اللي بيطلعوا والعلماء والمشايخ اللي بيطلعوا يتكلموا فيه، هو اسلام الاخوان المسلمين، فيبقى تلبس بنطلون وتبقى دقنك صغيره خفيفه مش مطلقه، ولا دين السلفية فتبقى الدقن مطلقة، ولا دين الجماعة الإسلامية فتبقى الدقن لها شكل وتلبس جلباب وبنطلون قصير، هو أنهي دين؟ ولا دين الشيعة الإسلامي أيضا؟ هو أنا هاخد الدين منين بالظبط؟ هو كله يا أستاذ خيري دين واحد بتفسيرات مختلفة،
منها في نظرنا الصحيح، ومنها اللي أصاب في معظمه وأخطأ في قليل، ومنها اللي غلب الخطأ عنده الصحيح. أنا صغير أعرف منين. هي أنماط هنيجل ده، هي أنماط من التدين. نعم. الدين حاجة والتدين حاجة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حاجة، والبشر بقى غير المعصومين حاجة تانية. نعم. الله ورسوله أصل بالنسبة لنا، بقى كده البشر غير المعصومين حاجة تانية. البشر ما هماش الدين، البشر هم إنجاز اللف، هم التدين أو هم بيتدينوا. أنماط التدين المختلفة جواها كل اللي أنت بتوصفه ده دلوقتي. نعم. بس دي كمان ظواهر. أنا حاسس أصلا أنا النوع أنا عملي شوي. نعم. أنت بتقولي عايز أحل المشكلة، فأنا قمت راجع بيك إلى العقيدة وقلت لك لازم نكلم عيالنا الأجيال اللي جاية إزاي، بحيث يرسخ إيمانهم في لا إله إلا الله، فما يهزهمش ملحد أبدا. فنبتدي الأول عندي لا إله إلا الله طبعا، قبل ما تنزل وتروح للرسول عليه الصلاة والسلام، واحدة واحدة طبعا. ما هو محمد رسول الله صلى الله عليه نعم. وسلم عليه الصلاة والسلام. يعني فالله الأول سيدنا نعم. محمد رسول الله، وبعدين هكذا أمرنا وهكذا أمرنا صلى الله عليه وسلم نعلم الناس يعني خطوة خطوة يشهدوا أن لا إله إلا الله، ثم أن الله سبحانه وتعالى هو طبعا. أصل أنت مش واخد بالك أنه الحاجات القشور اللي أنت عمال تشير إليها دي وهي مهمة، أنت ترصد الواقع، التشكك فيها ثم التشكك في الشرع الشريف بسبب أفعال تدين يعني غير سليم، ثم التشكك في نصوص بسبب تصدر ناس غير متأهلين للكلام عنها، كل ده في الآخر بيخلي الواحد متعرض أو عرضة أنه هو في لحظة معينة يتشكك في الصميم. نعم. أنا بحاول أحللك المشكلة من جذورها. مع الأجيال الجديدة لازم نرسخ عندهم ليه إحنا مؤمنين بالتحديد لا إله إلا الله، وما معنى هذا. نعم. وكيف نرد، أرجع بيك بقى للي أنت اعتبرته عميق وصدقت، هو عميق نعم. لكنه ضروري، ولن هتفاجأ قد إيه في الجيل الجديد هيبقى مهتم بده بطبيعة انفتاحهم على العالم. نعم. تدخل بقى في الإجابات المختلفة على اللي بيقول لا إله من خلال بقى العلوم المختلفة، الكوزمولوجي والبيولوجي والنيوروساينس، وفصلنا في ده كله علم الفيزياء وعلم الأحياء وعلم الأعصاب وغيره. لما بترسخ قضية لا إله إلا الله بلغة معاصرة بتدخل في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. نعم. وتفهم الذات النبوية الشريفة، بعد ما تبقى خلاص بتبقى تتعلم يعني إيه الذات العلية الله عز وجل، تفهم مين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تفهم مين فبما رحمة من الله لنت لهم. نعم. فبما دي يعني أي رحمة، وربنا أكيد يعلمها، بس قد إيه هي، يعني شوف بيقول لنا قد إيه الرحمة فيك يا رسول الله، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، إلى آخر الآية الكريمة. في نتأمل الذات المحمدية صلى الله عليه وسلم، ده للشباب برضو، الذات المحمدية أصلها الحق والعدل والجبال والخير والرحمة، كل اللي احنا بنقوله. طب بس احنا سامعين دلوقتي غربيين وشوية شوية شرقيين وعرب وغيرهم بيقولوا لي النبي عنيف استغفر الله صلى الله عليه وسلم، بيحاولوا يقولوا القسوة هي سمته، احنا بنقول الرحمة، بيحاولوا يقولوا الشهوانية استغفر الله، ساعات بيقولوها نعم. بصراحة وساعات بيقولوها بشكل مبطن، أصله مش عارف أصله، بيوصلوا لي إحساس إنه توسعي، إنه نعم. أمته دنيوية عايزة تسيطر على العالم. ما أنتوا اللي قلتوا، مش أنتوا في كتبكم بتقولوا إنها غزوات يعني بالظبط، كان يغزو دائما يعني. طب فكرتني بدكتور عمر علي حسن، هو قال لي الكلام ده مرة وهو طالع من هنا مثلا. القضايا دي كلها أنتوا اللي عرضتم علينا النموذج إنه القسوة مسيطرة عليه، الذات المحمدية صلى الله عليه وسلم وحاشاه، انه التوسع وحب الدنيا وحاشاه صلى الله عليه وسلم، بس انتوا بتعرضوه علينا كده. نعم. انه معلش بقى النبي عنيف استغفر الله، لا لا انتوا زعلانين من فلان، طب هو ضحية النبي. ايوه اتقالت الجملة، يا نهار حسب النبي، النبي هو اللي قال انت بتقول حسب النبي، وانا بقول حسبنا الله ونعم الوكيل في الكلام ده، وستسأل وسيسأل، اقسم بالله سيسأل كل من يتكلم كلمة عن هذا الدين من غير فهم نبوي النهاردة، من غير ميراث محمدي، من غير العلماء ورثة الأنبياء، من غير ما يتعلم العلم بتصوراته الكاملة بسند متصل، يتعلم الرواية، يتعلم علم الدراية إزاي يفهم النص، أدوات التفكير، يتعلم علم التزكية إزاي يحاول يعيش النص قبل ما يطلع ما يتكلم الناس عنه، يتعلم إدراك الواقع بعد ما يستوعب الشرع الشريف، فلا يتكلم عن واقع بيحاول أنه يبني فيهدم، فيظهر دين الله على أنه مميت، على أنه مقصده الإماتة، على أنه هدم. المثل اللي عامل الناس شوشرة بقاله فترة ده، الكلام والقتل ونقتل وبتاع، وهذا كلام يعني خان الإنسان التوفيق كل من تكلم فيه، ولكنها فتنة نعيشها ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل. المثل ده عارف زي إيه؟ نعم. زي اللي قلنا الجمعة اللي فاتت، فكرة ما هو النص هنا، ما هو النص هنا، كأن لم يبقى من التدين إلا النص والنفس،
غير المزكاة، يعني كمان مش متطهرة. ويا ويلك لما تحط نص في حاله من غير أدوات تفكير ومن غير تزكية، وتأتي نفس بما فيها تحاول تلبس النص المعنى ده لتحقق مقصد في الآخر هو هدام. في مثل كنت قاعد كده بتأمل من شوية، مهم جدا لقضية ازاي ان انت ممكن بالنص تعمل مشكلة. ازاي يا عم ده النص ده إحياء؟ أيوة، بس انت بتخرجه من سياقه، انت بتطلعه برا البيئة بتاعته، انت ممكن تعمل مشكلة كبيرة جدا. لما تتصور قضية نقل الدم، نعم، على سبيل المثال، عارف مثل اللي عمال يطلع نص خارج سياقه يقول لك احنا فلان وعلان حكمهم في الشرع ان احنا نقتلهم مش عارف ايه كذا كذا كذا، ويحصل ارتباك في المجتمع وبلبلة وواوايل اخره، ده عامل بالظبط زي حد لانه ما ادركش الواقع. هنا عايزين نقف وقفة عند ادراك الواقع، وقلناها قبل كده، انت محتاج تستوعب الشرع الشريف رواية ودراية وتزكية بعمق، وعبادة الله وعمارة الأرض وتزكية النفس والتعارف والعالمية من ناحية، ثم تستوعب الواقع بتاع العالم المعاصر اللي تغير جدا النهاردة من ناحية، ثم تبني الجسور بينهما. ده دور الإنسان اللي هيفتي ويتكلم. أحيانا بيبقى الخلل هنا، وأحيانا هنا، وأحيانا في الاثنين. في الحالة أن أنت جايب نص زي ما هو فالنص سليم، لكن لم تستوعب الواقع وتغير النظم الإدارية كلها مثلا في العالم اللي منها بعد كده إدارة الدولة، فيأتي نص بيتكلم على دولة معينة بتدار بطريقة معينة في سياق معين وبعد سلوك طريق قضاء معين، وا 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 وا، فتتجاهل كل ده وتيجي تطبقه وتتكلم على بعد ثورة عالمية حصلت في نظم الإدارة وغيرها، وتقوم جايب النص زي ما هو، فبدل ما يحدث الإحياء يحدث الإماتة في نظر الناس، فينفر الناس عن دين الله. مثل من يفعل هذا مثل اللي شاف جسد تعبان فراح جاب دم فصيل تاني ما ينفعش عليه، ولم يدقق، ما استوعبش الواقع، وراح بنية الإحياء، ما أنا جبت الدم هو النص هو، وأم حائن الجسد التاني مع أنه ما يلقش مش زي الجسد الأولاني بهذا الدم، فبدأ يحصل مشاكل إلى درجة جلطات في المخ وغيره. وهذا دم وهذا دم وهذا جسد وهذا جسد، هذا دم وهذا دم وهذا جسد وهذا جسد، ونيتك أنت الإحياء. شوف أنا أحسن الظن للآخر، إلا أنك تكلمت في غير فنك، ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. الارتباك اللي احنا فيه النهاردة كجسد واحد كمجتمع هو ارتباك الجسد اللي دخل فيه دم غلط، مع أن ده كان دم وكانت نيتك سليمة. طب احنا كده ما ينفعش تتكلم في النصوص وانت مش متعلمها، ما ينفعش تتكلم، مش متعلم الفصائل، سندك مش متصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا اسف بدون مش متعلم، لا خالص كده احنا وصلنا للازمه، جزء من الازمه، لان الازمه كبيره، لكن هيبقى قدامي لو شباب بتفرجوا علينا، وانا هنتظر تليفوناتكم الفقره القادمه برضو، فيقول لي طيب اوكي في مشكله عندكم، انتوا اللي بتكلمونا في الدين في مشكله عندكم، صدقت في الخطاب عموما. وانا في النهايه هفترض كل الناس دي حسنه النيه، وكل الناس زي اللي عامله المصايب اللي حصلت دي كلها، انا متلخبط. اي بس حسن النيه ما يطلعش دكتور من غير ترخيص. ايوه يعني انا بس بقول حسن النيه لان انا لازم اتعلم اتعامل مع الناس كلها كده، لكن الحق حق والقانون قانون. انا اعمل ايه بقى؟ وده اللي هو الحل. ناشد الازهر انه يبالغ في مسارعه ايجاد ضوابط حقيقيه تخلي اللي يتكلم في الدين بس اللي بيفهم. لا ده انا عايز المساله ولسه في حاجات تانية بدي مثلا. انا هطلع فاصل، لأن الأزهر إحنا بنتكلم عن مشروع، فالأمن يعمل كذا، والقضاء يجب أن يعمل كذا، والأزهر يعمل كذا، وفي حلول للفرد برضو قبل ما أضيع أنا كفرد ونوايا طيبة ومؤمن أن لا إله إلا الله ولكن واقف عند دعوة سيدنا محمد رسول الله، وأصبح لدي ما مش معقول اللي بيحبوا النبي دول قوي كده غلطانين، وبيقول لك الكتاب أهو، وده بيقول لك الكتاب أهو، أنا أعمل إيه؟ أخد مين وأصدقه؟ أقرأ إيه وأصدقه؟ ما أقراش خالص؟ ما أسمعش خالص؟ اقضيها كده؟ طب اوقف صلاه لحد ما تعدي العواصف دي كلها وابقى اشوف حد اثق فيه مره اخرى؟ هسمع اجابه حضرتك بعد الفاصل ان شاء الله. قولي اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، اواصل مع ضيفي العزيز الداعيه الاسلامي والباحث الاستاذ معز مسعود. ربنا يخليك. اعمل ايه؟ يعني أنا شاب عندي اضطراب، عايز أحمي نفسي، أعدي المرحلة دي، أمسك في إيماني زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال القبض على ديني كالقبض على جمر من النار، فأنا عايز أفضل بس معدي، مش عايز أكفر، عايز أحافظ على الشوية الصغيرين وأبعد نفسي عن هذه التأثيرات، فتشعبط في إيه؟
هو حلو التشبيه طبعا بالروايه اللي وردت على جمر، لانه طبعا ده برضه بيطمنا ان الشعور اللي احنا بنمر بيه كشباب النهارده بسبب تغير العصر وتغير الجيل وكده، فبتحس انك ماسك ومش ماسك، ما انت عمرك ما هتعرف تثبت على جمر. يعني صحيح. هتمسك وهتسيب وهتمسك وهتسيب، فالاحساس ده احساس طبيعي جدا. دي اول نقطه. اعمل ايه؟ هو اول حاجه تمسك بالفطره اللي جواك، فاقم وجهك للدين حنيفه فطره الله التي فطر الناس عليها. انا طبعا هنا بستدل بالقران الكريم، ولو واحد خلاص بيقولي انا شاكك في القران الكريم فالاستدلال مش هيفيده، بس انا بكلم يعني عايز اقول العالم العربي دلوقتي ومصر كمان تحديدا كلها، مش الفرد بس، ده لانه ده له معالجه اخرى تماما. ما ينفعش تنطلق معاه من نقاط هو بيتساءل فيها، هو بيقول لك القران الكريم فتقول له اصل جوه القران، لا محتاج تكلمه من خارج. بس انا دلوقتي مراعي طبيعه الجمهور. فالفكره كلها انه الواحد اللي لسه يمكن مهزوز، بس هزه يعني لو انا فاهم سؤالك صح، انت بتتكلم على حد تهز في حته هو انهي تفسير صح، انهي تفسير وانهي راي. الكلام اللي حضرتك قلته في الاول، هو الدين ده عنيف ليه؟ هو الدين ده بيحض على القتل؟ الدين ده بيحض على الفرقه؟ يبقى هو مؤمن بالدين لكن بيتساءل ديني فيه كده، بدا يتشكك وبدا ديني يتشكك. معقول يبقى كده؟ لكن مستعد لسه يسمع تفسير اخر من جوه الدين يقول له الدين مش كده. انا ما بتكلمش عن حد خرج. لازم، لانه عارف استاذ خيري ده خطاب وده طبعًا خطاب طبعا، وما ينفعش نخلط بينهم. لا، اللي خرج ده هجيبه من الاول خالص. وما ينفعش نخلط بينهم لانه هنضر الاثنين، ما حدش هيستفيد. لا، انا بتكلم عن حد بدا يبقى عنده تفكير. بالليل واحده محجبه قررت انها تقلع الحجاب، تمام، شاب كان بيروح الجامعة ما بقتش فارقة معاه قوي بس بيصلي، حصل عنده ارتباك. هو أول حاجة بقى بدل ما نكلم حد جوه الدين، لا طبعا أنت قلت قبل الفاصل باسم الشاب أسيب الصلاة، لا مش عارف، لا هو هتسيب الصلاة. نعم، على فكرة، لأنه الإمام الغزالي نفسه أبو حامد الغزالي رضي الله عنه لما جاء عنده تساؤلات مش بعيدة عن هذا القبيل بل منها الأعمق من هذا النوع، لم يترك الصلاة، لأنه مؤمن بربنا ومؤمن بأنه الخالق سبحانه وتعالى هو اللي أوجده، وبأنه الخالق عظيم ومصدر كل شيء، وأنه الخالق هيهديه إلى التفسير السليم من الدين، وإلى التفسير السليم بتاع مثلا سؤال، طب ما أنا لو اتولدت في الدين ده ما غير اتولد في دين تاني، طب اش عرفني ما أنا اتولدت هناك كنت هفضل هناك إلا قليلا وغيره. تساؤلات كلها مهمة. ببقى محتاج أستدعي وأستجلب بأمر الله طبعا هدايته، فما تركش أبدا السجود ما دام أنا بقوله يا رب وريني انهي تفسير لدينك صح، يبقى انا عايز ربنا في الوسيله طبعا، وخليك ماسك في الاصل دلوقتي انت في الاخر، واسجد واقترب، فما تركش الصلاه طبعا ابدا. وعلى فكره في يعني صديق من عده، عشان مش عايز اسلط الضوء على حد معين، لكن من اللي دونوا وغيرهم والمغردين وتويبس يعني وغيره، من اللي اتعرف شويه بمساله الشك. وهو ما شاء الله يعني بياخد ويدي، وكلمنا مع بعض وعلى اكتر من واحد يعني، بس في نموذج بعينه في بالي دلوقتي ما سابش الصلاة، حتى هو بيتساءل في قضية الإسلام، يا رب ده لو من عندك الدين ده إزاي بتأذن بعنف معين بالشكل ده، أنا بقدرش فطرتي بتأبى. وطبعا هو في تفسير آخر يعني بيوضح ده كله، بس ما سابش الصلاة. قصدي أقول أنه اللي صادق في البحث عن الحقيقة ومؤمن بالله خلاص لا يترك السجود أبدا، لأنه مدرك بأهمية السجود لله سبحانه وتعالى. ما بالك لو عارف ان الاسلام صحيح بس مستني يفهم انهي تفسير له هو الافضل. فلا نترك الصلاه، ده واحد. اتنين، دور على قضيه ادوات التفكير اللي قلنا عليها دي والسند المتصل. انا كنت عملت حلقه اسمها، كان في 3 4 حلقات في رحله اليقين اسمهم خطه ابليس. اعوذ بالله منه، انه ابليس مش هيقول لنا سيبوا الدين من خلال مدخل الإلحاد فقط، لا، أحيانا من خلال أنه يجعل أهل الدين بيعملوا أشياء غير منطقية غير فطرية قبيحة تخالف العقل الأخلاق إلى آخره. فجينا في الحلقة 20 تقريبا أو حاجة كده سميناها خطة إبليس. وخطة إبليس أول خطوة فيها كانت في البرنامج إفساد المرجعية، أنه يخلي الإنسان مش عارف، أولا يخلي فيه نماذج بتتكلم باسم الدين وهي غير متأهلة وغير مؤهلة هذه النماذج. مثلها بالظبط مثل الدكتور، او اللي هو مش دكتور بيمثل ان دكتور من غير ترخيص وبيعمل عمليات وبتنجح ساعات، لكن هو مش من حقه يعمل عمليه، وبنقول عنه دايما كطلبه علم والعلماء يقولوا اخطا وان اصاب. لو قال حاجه صح هو غلط، اللي مش المفروض يتكلم اصلا.
أخطأ وإن أصاب. طبعا طبعا، لأن أنت مين؟ أنت مش مترخص أصلا، وما عندوش بقى اللي قلناه في قبل الفاصل من السند المتصل في الرواية والدراية، كيفية فهم النص والتزكية والتصور الكلي واستيعاب الواقع وغيره. نعم. الحلقة دي فيها تفاصيل، فأنا بأحيل أي حد صادق في البحث عن الحقيقة إليها، وهي فيها مشاركة ناس أفاضل كتير من العلماء كمان وغيرهم ومن المجتمع، لكن أجيب لك منها لفتتين. أول حاجة لازم تدرك أنه الدين أو أولا إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قاعدة عن مين بأخذه؟ دور بس الأول، لازم تبقى عارف يعني فكرة أنه مجرد أنه كان مثلا بلحية وهي هيئة شريفة لكن غير كافية وحدها، ما ينفعش تبقى هي الوحيد السبب الوحيد أو الدليل. فكرة أنه بيكلم فصحى، يعني مع احترامي الشديد ولا أشبه أحدا الآن بالكفار خالص، لكن كفار قريش كانوا بيكلموا فصحى. نعم. يعني ما ينفعش ده يكون لوحده الدليل أن الذي أمامي يتكلم الآن عن حق لأنه يقول لي أيها الناس اخشوا على دينكم وافعلوا. لا خالص. ممكن أبتدي أقول لك يا أيها الناس، الشباب يضحكوا في دي، يعني اذهبوا وحطوا بنزين في عربيتك، يعني ممكن أدعوا سياراتي، ممكن أدعوا، يعني نعم. ممكن أقول أي حاجة بالفصحى لوحدها مش كافية. ففي مكونات لهذا العلم، إمام الشافعي كان أشار إليها لما قال أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني. دي الحاجات اللي تبقى في العالم. نعم. فاللي عايز تطلب العلم وتبقى عالم محتاج الستة، واللي بتدور أخد العلم منين دور على الستة. قولي الستة. ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. ده عايزة تفسير شوية. ذكاء. طيب. ما ينفعش واحد يبقى مش ذكي، ده لما بيجوا العلماء يختاروا بقى طلبة العلم، والإنسان يجد في نفسه ذكاء عشان يعرف يتحرك طبعا. طبعا. وحرص، بيقول له احرص حرص شديد على هذا العلم. كل واحد عايزة تفصيل في شوية، لكن أنا ركز على المهمين دلوقتي بالنسبة لي. واجتهاد، هتشمر وهتجتهد وهتتعب. وبلغة، محتاج من المال ما يكفيك علشان تعرف تتفرغ، زي أي يعني طالب علم النهاردة في العالم كله. المنطق ده في طلب العلم، علم الدين علم أكاديمي بيدرس، مش بس بالشكل الأكاديمي، بالتلقي كمان. بس تعالى ركز في الاثنين دول بقى. وصحبة أستاذ، محتاج شيخ. مين شيخه؟ مين طبعا. أستاذه؟ مين أستاذه؟ ده ثمرة مين؟ طب شيخه ده مين شيخه؟ أنا بدرس مع ناس شيخه مش الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه مثلا. نعم. ومين شيخ الشيخ شعراوي؟ معروف بقى سنده، معروف ومتصل. نعم. إلى آخر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ده اللي بنسميه سند المتصل رواية ودراية وتزكية. وصحبة أستاذ، وممكن يبقى أساتذة طبعا، وده طبعا. ده الأجمل. وطول زماني، النهاردة بنلاقي عشان الشعور بالتهديد من الحداثة اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، العالم المعاصر بيهدد القيم، بيهدد الأخلاق اللي هي العلمانية. كلمنا يميها كويس، نجدتني فرصة أوضح. أنت عارف العلمانية في سياقها التاريخي الأوروبي معني بها اللادين secularity، هو اللا مقدس في مقابل the sacred. sacred مقدس، secularity لا مقدس. وإحنا جبنا على فكرة كلمة علمانية، ده محاولة مننا لترجمة شيء حصل في أوروبا، بدأ ينشئ اللي أنا سميته الإنسان أكبر واللادين وتنحية قيم الدين والقيم كلها عن الحياة. نعم. في تشابه أسماء حاصل عند ناس في الأمة عندنا، مؤمنين ومسلمين وعايزين يخلصوا من التسلط باسم الدين اللي كان بيحصل الكنيسة الثيوقراطية زمان. ثيوقراطية وغيرها، فبيسموا نفسهم العلمانيين من باب ان هم الناحية التانية، بس هم مؤمنين. نعم. والقرآن الكريم سقف مرجعية لهم، بيتكلموا في إطار سياسي، ممارسة السياسة بالضبط. نعم. بس هنا بيختلط الحبل بالنابل. صحيح. لأن انت هنا لما بتقول، يعني لما واحد يستخدم أصل اللفظ من العالم العلمانية the profane في مقابل السيكريد، يعني زي ما بيقولوا واللي بيتكلم في الكلام ده فاهم الألفاظ، نفسي يلاقوا اسم تاني. لكن هو لازم نوضح انه كأننا في أستاذ خيري رمضان حضرتك، وفي أستاذ خيري رمضان جارك التل يعني قتلة. طب في خير رمضان، بس هتسمح لي على الفيسبوك عشان زمايلي بيبلغوني، انا قلت قبل كده ان انا ماليش صفحة على الفيسبوك، ولكن الآن حد قاعد يكتب كلام على لساني هو ده. لا لا لا، مش يعني مثلا هو مش انت، لا بالظبط يعني. لا حد، وفي حد دخل اسمه محمد يسري، قال له انت بتكتب ازاي اذا كان خيري على الهوا دلوقتي؟ فدخل واحد تطوع اسمه محمد ماهر، قال له اللي بيكتب ده واحد اسمه حسام الجمال، وده من فريق اعداد خيري، وهو اللي بيقول له يكتب كل حاجه. انا ما عنديش حد اسمه حسام الجمال، ما عنديش حد خالص.
عندي الصفحه نهائي. شوف اللبس ده، انت اكدت للناس ان انت مش الشخص ده. انا قلت قبل كده ومفيش فايده، انا يا جماعه مش انا، انا ما بكتبش، انا ما عنديش فيسبوك، انا الفيسبوك بتاعي هو برنامج ممكن فقط. ونفس المعنى ده بالظبط لما بيبقى في حد عربي ومصري ومسلم كمان وبيقول انا علماني، اظنه ضد الثيوقراطيه، ضد التسلط الديني اللي احنا كلنا ضده باسم الدين، وبيؤمن بالقران الكريم وبالمرجعيه بهويه الامه. انا مؤمن بالفيسبوك يا جماعه بس ما بشتغلش عليه. وهكذا بالظبط في المثل، بس هنا بتشتبه الالفاظ. فدي نقطه مهمه، ونصيحه لكل من يريد انه يبقى الدوله مدنيه وواسعه وبمرجعيه. يبعد عن تعبير المصطلح العام. هو المفروض فلسفيا يلاقي له مصطلح تاني من باب الفلسفه، مش بس براجماتيا كده، ندور يعني على مصطلح عربي وادق. هو ده بقى عربي لكن ده مترجم، لكن يصف حالته بشكل ادق. كنا بنقول حاجه وانت قلت لنا، اديتنا فرصه ناكد. كنا بنتكلم في اخر نصيحه اللي هي الجزء ايوه طوله زماني. طوله زماني، يعني مش اي حد كده يطلع ويتكلم وخلاص. وفي لفته تانية مهمه جدا برضو في قضيه المرجعيه، انه الانسان اللي قدامك لازم يكون عنده مكونات العلم دي كلها، ويكون قضى وقت طويل وتفاصيل، ولو هيتكلم ويفتي فهو صاحب فكر وفقه، مستوعب الشرع الشريف في الفقه ومستوعب الواقع في الفكر، ويعرف يبني الجسور بينهم وكده. ده بيؤتي ثمرة. نعم. الثمرة دي بتبان في التعامل، اللي هي بقى ولو كنت فظا غليظ القلب. غليظ القلب لانفضوا من حولك. ده احنا مش بس بقى فينا ناس بيجوا بمفاهيم خاطئة، بقوا بيقولوا المفاهيم الخاطئة بأساليب خاطئة وبأحوال قلبية مظلمة، ودي حاجة خطيرة. هنا في قصة كنا قلناها، بس سهول من أم يقولها على فكرة، وهو بشوش وبالراحه كده فيخدع الناس، يعني خلي في حاجه تصدم علشان يعيد التفكير. هو النماذج كلها بقت موجوده، وللاسف اهل الاديان بيتفرقوا الى جزر متفرقه النهارده في وقت العالم اشد ما يكون حاجه واحتياجا فيه انه اهل الاديان يتحدوا النهارده الى الهدي بتاع اديانهم، واحنا طبعا الى لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان الجيل الجديد اللي بدا يطلع وما ترسخش فيه اي حاجه من الاول، ولم يرى الا الباطل والظلم والقبح والشر بينسبوا الى الدين. طيب اسمح لي الوقت أزف، عايز أخد بعض التليفونات لأنه وعدت السادة المشاهدين، ونكمل ربما في الأسئلة التي تطرح ما يجعلنا نكمل الحوار. أستاذة جيهان من القاهرة، أهلا وسهلا. يا مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء الخير. حضرتك أنا ليا رأي في موضوع ترسيخ الإيمان بالله سبحانه وتعالى، إن دي لحاجة بالتربية، تربية الطفل من هو صغير قبل سن التكليف لازم ترتبط أكتر بالترغيب في الله والحب، واحساسه بان ربنا بيحبه وان هو لازم يشكره والدعاء وشكر ربنا على نعمه. قبل التكليف لازم تتجه اتجاه بقى الاستغفار والخوف من ربنا والخوف من غضبه، يعني خوف من غضب ربنا دوت. هو لازم يعرف مثلا ان هو مجلب للخساره سواء في صحته او في ماله او يقلل بركته، ولازم يعرف ان ربنا سبحانه وتعالى هو اصل كل شيء وواهب كل شيء. نعم. فانا كنت ليا كمان تعليق على الفقره الاولانيه في برنامج حضرتك، كانت مع حد من حزب البناء والتنمية، وكان بيقول ان مساعد وزير الدفاع حالي هو اللي بيعذبه وان هو سامحه، فانا عايز اساله هل كون ان هو سامحه ده هل دوت يخليه شخص طبيعي يعني قادر على تأهل ان هو يتأهل المنصب اللي هو فيه كمساعد لوزير الداخلية، ولا دوت استمرار في التعذيب اللي كان موجود في النظام السابق؟ نعم، سؤال منطقي، بشكرك جدا. استاذ احمد من المنصورة بلدياتي، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل. الله تعالى وبركاته. ارجو ان يتسع صدر حضرتك للكلام. احنا انا بفضل الله حاصل على جائزه مصر الاولى في خدمه القران الكريم من ساقية الصاوي. اهلا وسهلا. انا بحضرتك. يا مرحبا. البرنامج يعني هو برنامج الكتروني اسلامي بيتناول التراث الاسلامي كله، القران، السنه، السيره، التاريخ الاسلامي، وبيربط ده بالواقع. تمام. بيتناول هذا كله على انه رساله نهضه وتنميه في كل مجالات الحياه. أجدادنا أتلافنا العظماء بنوا حضارة رائعة فيها حوار، فيها تربية أخلاقية، فيها علوم اجتماعية، فيها أساليب نظام الحكم، وده كله موجود عندنا، موجود في القرآن وموجود في السنة. تمام يا فندم. فالبرنامج بيتناول هذا كله وبيربطه بالواقع. والبرنامج شارك في مسابقة جوجل اللي حضرتك استضفت بعض الشباب اللي كانوا مشاركين فيها. فانا بارسل رساله لحضرتك وللقناه ورساله للمسلمين كلهم اللي في العالم، انه يعني البرنامج والمشروع ده مشروع اسلامي ضخم جدا، و اي حد الازهر اي حد ممكن وارقامي في الكنترول ممكن. كيف يمكن الاستفاده منه؟
طيب بشكرك جدا يا استاذ احمد، تليفوناتك عندنا، الزملاء في الاعداد ارجو ان يتابع الاستاذ احمد، ده موضوع مهم نشوف نقدر نستفيد من هذا البرنامج بايه. معايا مين؟ الاستاذ طارق من الاسكندريه. اهلا يا استاذ طارق. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. استاذ انا كان عندي سؤال دلوقتي، لو في واحد بيؤمن بان هناك اله واحد بس، ودلوقتي شايف ان في كل الاديان الناس اللي في كل دين مؤمنين بدينهم جدا، فانا دلوقتي مثلا عايز اقنعه ان الاسلام هو دين، ان الاسلام هو دين ايه؟ الاسلام هو الدين الحق، وايه ايه اللي هيفرق الاسلام عن الاديان الثانيه؟ نعم. ودلوقتي وازاي اقول له ان ان اللي المسلمين بيزعموه وان اللي مكتوب في القران ده فعلا كلام الله وجاي من عند الله؟ نعم. واللي يفرق الدين عن الاديان تمام الثانيه؟ هو ده سؤال. شكرا يا استاذ طارق. طيب انا بعتذر لباقي التليفونات علشان الوقت. نبتدي الاستاذ جهاني اتكلمت في تربيه الطفل، فكره المحبه وفكره الزعل والعتاب والغضب من ربنا للطفل الصغير وانت بتربيه، دي ده مبحث مهم قوي على فكره في تربيه الاطفال. جدا جدا جدا. وانا بعمل دلوقتي يعني على انشاء ان شاء الله اكاديميه للتعامل مع حاجه زي دي، يا رب يعني ينفخ فيها بركه كده ويحقق بيها، لانه بس لسه في مرحله التدقيق في البحث مع علماء نفس وخبراء وغيرهم اجتماع، انه ان ايه التغيرات اللي حصلت في نفسيه الانسان عموما النهارده في هذا العصر، والطفل خصوصا اللي بيكبر بيشوف كل اللي احنا بقى بنشوفه ده دلوقتي، ايه المداخل السليمه لنعرض صحيح الدين منها عليه. لكن لا شك ان التصور بتاع التخويف من موجود، يعني موجود بذاته الله سبحانه وتعالى، هو ما يعرفوش، فانت بدأت العلاقة من وهو صغير ورسخت جوه ذهنه انه خاف انه اعمل كده عشان يعني لو عملتش هيحصل فيك كذا فبيخاف او غيره، ده شيء مضر. عمره ما كان المنهج النبوي اصلا في التعليم، ما بالك النهاردة هتلاقي الولد على سن 7-8-9 قال لك، بقول لك ايه يا باشا سيبك بقى، والله الاجيال اللي جايه لو ما اشتغلناش صح هتلاقي ان احنا مش خايفين، احنا بنعمل اللي علينا. فدي لفته مهمه جدا استاذ خيري في 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 ضروره مراعاه نفسيه الطفل، وانه يبقى فعلا فاهم هو بيعبد ايه. وما خلق الذكر والانثى ربنا، انت بتعبد ايه؟ انت بتعبد مصدر كل شيء، انت بتعبد مصدر الوجود، خالق كل شيء الله، خالق كل شيء، خالق الحياه، خالق الوعي بتاعك. تخلي الطفل يكبر وهو فاهم ان ربنا سميع بصير، سيبك من تفاصيل هو بعد كده هيعمل حاجه وحشه هيحس بيها يقول لك سميع بصير شافني الى اخره. عايز في مرحله معينه توصل له فكره العقاب، تقول له انت كده بتسقط من عين حبيبك، انت بالطريقه دي مع الفرق بتزعل حبيبك، بتزعل حبيبك الى اخره تفاصيل. انا يعني استخدم ربنا كتير في الحوار معاه عشان تربطه بيه في تصرفاته في الحياه وهو طفل فهيكبر بيها طبعا. فكره الوعي والرقابه والخوف والمحبه. نعم، والمحبه والخوف مش العذاب والمكوى يعني. وخد معنيين بقى، مفيش عذاب ومكوى وكده، لكن خد معنيين. المحبه ما هياش الضد بتاع الخوف. نعم. يعني انا دايما بسمع الناس بسبب الخطاب الغلط بيقولوا اخاف ولا احب، انا بحب دايما، اخاف ولا اطمع. المحبه اصل عندنا لا تتغير ابدا، لكن ادعوه خوفا وطمعا. خوفا وانتم تحبونه. نعم. وطمعا وانتم تحبونه. لو المحبة فضلت أصلي يبقى خوفا من أن أسقط من عين حبيبي وكذلك من العذاب. واقرأ قوله تعالى، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. طب إيه العقوبة؟ ده اللي بيكذب يعني، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. في يوم القيامة بقى إيه الحل بتاعهم؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إيه العقوبة؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. بدأ بالأصعب، أن أحجب عن ربي وبعد كده أعوذ بالله تصلية الجحيم. نعم. فخلي بالك أنه العذاب المعنوي بتاعنا بعيد عن ربنا حبيبي أكبر بكتير من العذاب الشديد جدا 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 اللي مش بنقلل منه بتاع النار، اللي هي تجلي غضب ربنا إلى شيء جسدي عشان أنا عندي جسد، لكن طبعا. الأصل أن أنا بأحجب عن حبيبي. اختيار الألفاظ على فكرة يا أستاذ خيري دي حاجة دقيقة. كنت بتأمل في سورة ياسين مرة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، شوف بقى فن الدعوة، قال يا قومي اتبعوا المرسلين، يا قومي اتبعوا المرسلين، بيكلمهم
الأمر ليهم اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. هل في اللحظة لما هيجيب المشكلة دلوقتي هيبتدي يقول بقى العيب اللي فيهم، هل قال وما لكم لا تعبدون الذي فطركم؟ قال وما لي لا أعبد الذي فطرني، جابها فيه. شوف شوف الدقة. طب وإليه أرجع؟ لا، دي لازم يفتكروها، وإليه ترجعون. طب خليك معهم؟ لا، أأتخذ، رجع، بص بص، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر، أي عيب يجيبوا فيه، لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، مش أنت، ولا ينقذونكم. إنكم إذن، لا مدام في ضلال، إني إذن لفي ضلال مبين. طب خليك مع نفسك بقى لسه، إني آمنت بربي، لا بربكم. بص اختيار اللفظ عشان تحقق شيء في النفس، إني آمنت بربي، لا إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة، ده قمة قتلوه. قيل ادخل الجنة، بص الحرص، قلنا ننطلق في الدعوة من الحرص على هداية الناس، حريص عليكم. بص الراجل ده، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، لسه بتفكر فيهم في الدار الآخرة بما غفر لي ربي بعد ما قتلوك وجعلني من المكرمين. الحرص أصل عندنا في الدعوة، ما بالك الحرص على الطفل البريء الوعي الإنساني البكر الصافي. ألوث أنا بأن أنا أسيء تمثيل ربي، أسيء تمثيل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أو بأن أنا بسرعة ما تصرفش كمجتمع وأفرق لهذه الأجيال الجديدة ما بين كل ما يفعل اليوم باسم الدين من تخاريف يا أخي. وبعدين في ناس لازم تخريف، يعني حد بيتكلم عن دولة الإسلام ورفعة الإسلام بالجماجم، نطلع نجعل جماجمنا سلوما، ففكرة الموت سابقة كأن الإسلام لن يأتي إلا بإن نموت. إيه الجو ده؟ إيه المهاترات دي؟ إيه عكس منهج النبوة؟ إيه عدم النبوة دي اللي باسم الدين؟ ده بيسموه identity politics عشان تبقى عارف، ده جعل الدين جزء من السياسات اللي مرتبطة بإثبات الهوية، أنا مين وإنت مين يا آخر؟ عارف مشكلة إن أنت تجعل الدين إثبات هوية سياسية فقط إيه؟ إن أنت لازم يفضل الآخر آخر. نعم. لأن أنت بتعرف نفسك بالسلب، أنت إيه؟ أنا إيه؟ أنا مش ليبرالي، أنا مش كذا، أنا مش مسيحي، أنا مش عارف إيه، طب أنت إيه؟ لا أنا مش، أنا بعرف بالضد، أنت إيه؟ أيوة. لا انا بالسلب، انا الخير، انا المحبه، انا ما بيقول العمل، لا أنا الفكر، انا العلم، ده المفروض. أيوة. لكن حاليا لا، انا مش بعرف نفسي بالضد، عارف كارثه، انت عايز تنفي الاخر، انت مشغول بنفي الاخر، بنفي الاخر لا اثبات الذات، انا الاسلام الحق والخير والعدل والمحبه والعباده والعماره والتزكيه والتعارف والاخره وحب الله حتى يكون الله ورسوله احب الي مما سواهما شهود الحق، على طول سكينه في قلبي، نور ربنا، انا صافي لدرجه النور ربنا بسبب صفاء يعدي من خلالي الآخرين، يا رب نكون كده جميعا. لا أنا بعرف نفسي بالسلب. عارف كارثة التعريف بالسلب إيه أستاذ خيري؟ إيه؟ إنه الآخر لازم يفضل آخر عشان أفضل قادر أعرف نفسي، فعمري طبعا ما هكون سبب هداية. أعوذ بالله من هذه الأنماط من التدين، إني أشهد الله النهاردة وكل المجتمع وحتى أهل هذا التدين عشان إحنا على فكرة مش بنعرف نفسنا بالضد النهاردة. أنا أدعو لكل اللي قال جماجم واللي قال اقتله واللي قال اعمله، مادام لسه عايش تقدر تتوب، ومادام تقدر تتوب احنا هنجتمع. ربنا قال لنا واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. مش عايزين نفشل، محتاجين نتحد، واظن انت الوقت عندك ازف. ومسك الختام، يعني انا استمتعت جدا بحديثك النهارده، كتر خيرك. بعتذر لصديقنا اللي سال سؤال انا ديني بيختلف ايه عن الاخرين، لان ده عايز وقت. عايز حلقه، عايز وقت طويل، مش عايز أظلم إجابة زي دي. أنا نعم. ليه يعني إيه اللي بيختلف في دين عن دين، رغم أن يعني ديننا بيؤمن بكل الأديان وجاء متمما. أنا بشكر حضرتك جدا، الله يبارك فيك يا رب. ربنا يخليك، بشكركم. كنت هقول غدا حلقة جديدة، غدا مش حلقة جديدة، غدا معكم لميس الحديد وهنا العاصمة، وأنا معكم الأسبوع القادم إن شاء الله في مواعيد قد تختلف قليلا، هتعرفوها خلال الأيام القادمة. تصبحوا على خير.